على كل حال بقى ايه، خلينا نسمع برضو اللعيبه بتوعنا بنفسهم ورايهم، بس لازم نبارك في الاول. يعني معانا البطله فاطمه عمر، بطله حبيبتي مصر وصاحبه الميداليه الفضيه في رفع الاثقال. يا صباح الفل عليك يا فاطمه، صباح الخير. صباح الخير، صباح السعاده على برنامجك الجميل، صباح الخير على دكتور حياه، صباح الخير على ست النور، يعني ما شاء الله برنامج جميل. تسلمي يا رب، وانت جميله ونتيجه. بصي يعني الفضيه دي حاجه كبيره جدا برضو، احنا سعداء ومتشرفين بكل واحد فيكم حقيقي. احنا بنتكلم عارفه بنقول كان نفسنا في اكتر، لان احنا عارفين ان انتوا تقدروا تجيبوا اكتر، دي نقطه لازم تبقوا عارفينها. خلينا نعرف منك كواليس برضو البعثه هناك والمنافسات يا فاطمه، يعني انت بقى بنفسك كلاعبه هناك انقلي لنا الصوره. والله انا سامعاكي وحضرتك بتتكلمي مع دكتور حياه وبتقولي ان احنا طبعا كان المفروض ان احنا نجيب ميداليات اكتر وكده. احنا طبعا اكيد الحمد لله يعني معودين الشعب المصري كله على الانجازات بتاعتنا والميداليات الكتير اللي احنا بنجيبها، بس حقيقي المره دي احنا كان الجو مختلف جدا جدا جدا، يعني تقريبا كده كانت كل حاجه عكس التيار عندنا. يعني احنا الحمد لله اكتر من حد في الفريق جاله كورونا، يمكن انا واحده من الناس دي جالها كورونا مرتين في شهر ونص. طبعا مرتين في شهر ونص ده استحاله لاعب يقدر يلعب قبل الاولمبياد بشهرين، يجي له كورونا مرتين في شهر ونص ويقدر يتعافى منها. وحضرتك عارفه ان طبعا بتعمل ضعف في الجهاز المناعي وبتاثر على حاجات كتير جدا في الجسم، فيعني ان احنا نقدر نلعب تاني ونقدر نستعيد ونعمل ميداليات فده بحد ذاته كان انجاز يعني. وطبعا مش انا لوحدي اللي جات لي كورونا، احنا حوالي اكتر من اربعه خمسه في الفريق جالهم كورونا. وفي طبعا الاصابات، احنا مش هنقول ان ده خطا تدريبي، لا ده بيبقى تحميل سنين. احنا اقل حد فينا بيلعب بقاله اكتر من 20 سنه، يعني انا بقى رفع اثقال من 27 سنه، فتقريبا انا يعني ده تحميل سنين قديمه كتير يعني، صح. كلها متراكمه فوق بعضها، فطبعا بتاثر على اللاعب يعني. حتى لو هو معاه جهاز طبي عالمي برضه لازم هيتعب هيتعب يعني. صحيح. فالحمد لله احنا بنحمد ربنا على الانجاز اللي احنا عملناه. طبعا بنشكر دكتور حياه، دكتور حياه طبعا كانت معانا لحظه بلحظه، يمكن تقريبا كانت عايشه في صاله اللعب ما بتخرجش منها يعني. وتشجيع طبعا كان تشجيع ام لينا مش رئيسه لجنه. بصي اقول لك على حاجه يا فاطمه، بنوعدكم ان شاء الله. لما يا فاطمه كنا بنكلم دكتور حياه في التليفون يعني اثناء ما انتم متواجدين هناك، وكنا بنسالها، وبعد كل ميداليه مصر كانت بتحصل عليها، عايزه اقول لك كان صوتها مش صوت واحده يعني مثلا المسؤوله في مركز ما، لا هي فرحانه بيكوا كانها والله فعلا والدتكوا. احنا حسينا ده في التليفون، انا فاكره المكالمه كويس دي موجوده. فلا دي حقيقي حاجه من القلب طالعه، فانا بتفق معاكي جدا. خلينا بقى نبص في اللي جاي، واحنا بقى هناخد وعد منك ان ان شاء الله في يعني نتكلم بارالمبياد باريس 2024 فاطمه هتجيب لنا الذهبيه، الكلام ده تمام؟ ان شاء الله باذن الله. ده وعد على الهوا اهو. ان شاء الله بوعدك ان شاء الله ان احنا هنعمل اكتر ما في جهدنا ان احنا نحقق ميداليات افضل من كده بكتير، ونرجع ان شاء الله نبقى احنا اسياد رفع الاثقال في العالم زي ما قلنا باذن الله. وطبعا ده بدعم من وزاره الشباب دكتور اشرف صبحي وسياده الرئيس ودكتور حياه بعد ما جت ادارتها، ان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر ان احنا نعدي المحنه اللي احنا بنعدي بيها باذن الله. ان شاء الله يا فاطمه مره ثانيه مبروك وشرفتونا حقيقي. شكرا ليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. يعني كده امنا ميداليه ذهب اهو في 2024. خلاص فاطمه مرت جباره كمان بظروف صعبه، يعني كانت تعبانه وتعبت والكورونا تعبتها جدا مرتين في شهر ونص كده، هي مره اصلا في السنه كافيه. يعني انا الحقيقه كنت بشفق عليها لما رجعت التمرين.